الطواقم الصحية حيث كل الأنظار تتجه إليهم في مهامهم الطبية في وقت بات الجميع يجعله حائط الصد الأول لدفع الضرر عنهم، لكنهم يشكون صعوبة مرورهم خلال القطوعات الأمنية رغم إبرازهم لهوياتهم التعريفية. وأكثر تضررا في المعاناة باتت المنتسبات كون سير المسافات ليس بالسهل أبدا مع حظر التجوال ولا يملكن واسطة نقل خاصة بهن. نناشد الجهات المسؤولة في المحافظة وقيادة شرطة الديوانية بتسهيل مرور الكوادر الصحية والطبية إلى محل عملهم، لأن تأخير أي منتسب أو أي كادر من كوادرنا الصحية والتمريضية يؤدي إلى خلل في العمل ويؤدي إلى تقصير في خدمة مرضانا. حقيقة لاحظنا في الفترة الأخيرة كثرة الشكاوى من بعض منتسبينا من جميع الكوادر الطبية والتمريضية بالمضايقات من بعض أفراد السيطرات المنتشرة في محافظة الديوانية. إذا كانت حالة موجودة داخل المستشفى داخل غرفة الانتقالية، هاي الحالة تحتاج إلى إنعاش، تحتاج إلى علاج، تحتاج إلى عناية خاصة. إذا أنا أمشي أكثر من 5 كيلو، يعني شو كنت راح أوصل، شو كنت راح أنطي العلاج، شو كنت راح أمشي هذه الأمور. يعني أجيب سيارتي للقطع يلاقيني الأخوة بالقوات الأمنية، إحنا أخوتنا ما عندنا اختلاف شخصي وياهم. يا بقى أنا هاي هويتي، هذا تخويلي، أنا داخل غرفة انتقالية، اصفط اعطيني اوراق السياره، ممنوع. اعاني يعني من اجي من يعني بالطريق اعاني من السيطرات انه ينزلوننا، فنمشي يعني مسافه يلا يعبرونا. يعني احنا نجيب تاكسيات، مو مثل بعض الولد، يعني الولد هم يجون مثل بسيارات عندهم خاصه، احنا ما عندنا سيارات خاصه، يجيبنا اخونا، يجيبنا سائق مثلا اجره من الشارع، فما يخلونا نعبر، يعني ينزلونا مسافه نمشي، فهذا شيء صعب علينا احنا يعني من نمشي هيك شيء. هاي معاناة مستمرة يعني بين سيطرة وسيطرة، يوقفونا وهيك يسوون بينا. وفي رصد يومي لقيادة الشرطة في الديوانية، وجدنا قائد الجهاز الأمني يوجه بتسهيل المرور لكل منتسب في الصحة، مما يستدعي بعد هذا التوجيه بأن يكون هناك إعماما حقيقيا بطرق مختلفة لكل منتسبي الأمن الذين ربما واجبهم أبعدهم عن مواقع التواصل أو رؤية ما ننجزه من تقارير ميدانية واستعراضا لمن شملهم الاستثناء. سيطرة، نكرر توجيهاتنا السابقة بضرورة التعاون مع الفرق الصحية، دار الصحة الديوانية قاطبة، منتسبين الصحة، الأطباء، تدرون الحالة اللي جاي تمر بينا بالمحافظة بصورة خاصة والعراق بصورة عامة، الثقل واقع على الصحة وعلى الأجهزة الأمنية. إجراءات تسهيل مهمة طالب بها منتسبو صحة الديوانية بأن تكون أكثر واقعية من قبل خلية الأزمة لضمان وصولهم إلى دوامهم وتقديمهم واجبهم الوظيفي الطبي تجاه المرضى في ظل ظرف عصيب يعيشه البلد ومحاولات مستمرة لمنع انتشار وانحسار فيروس كورونا. من داخل مستشفى النسائية والأطفال في الديوانية، محمد حسن، قناة التغيير.